إنها تعوم بحذر عبر المياه الزرقاء الصافية، وكأنها تؤدي رقصة الفالس في موطنها تحت سطح البحر. فراقبنا المشهد وآثرتنا حركاتها. أسماك القرش عبر دهور من التكيف بعثت في نفوسنا كلاً من الخوف والفزع. وسائل الإعلام أثارت مؤخراً أحداثاً متعاقبة عمرها قرون، مصورة أسماك القرش على أنها مخلوقات شريرة. فهل أسماك القرش هي وحوش الأعماق المرعبة تتربص بنا في كل مرة ندخل فيها المياه؟ أم هي مخلوقات أخفيت حقيقتها مع الأساطير القديمة؟ قد لا يكون أي من ذلك صحيحاً، وقد تكمن الإجابة في مكان ما بين الوحش والملاك والفوضى والرقة. جاك ماكيني وابنه جون جابا محيطات العالم لتصوير هذه الأسماك الغامضة، وآل ماكيني يمتلكان خليطاً من الشجاعة والقوة والخبرة في صنع الأفلام، وقد نتجت عن هذا الخليط أفلام فريدة. خلال رحلات آل ماكيني الكثيرة ازداد إعجابهما بأسماك القرش، ويقول الأب جاك ماكيني: سجلت كاميراتي عبر السنين أعداد كبيرة من أسماك القرش، من قرش الملاك غير المؤذي إلى جدها القرش الأبيض العظيم. الغوص بحثاً عن أسماك القرش يعد تجربة مفرحة، فما هو الشيء الأكثر إثارة من مواجهة أحد أكثر المخلوقات تحت سطح البحر؟ إنه تحدي العمر. العديد من أسماك القرش تعد وحوشاً ضارية في قمة السلسلة الغذائية، وتصويرها يعد عملاً في غاية الخطورة، واهتمام المصور السينمائي يجب أن يراعي التصوير وحافز الحفاظ على النفس. عاش جون ماكيني تجربة هذا الصراع الداخلي أثناء تصوير فيلم قرش نمر الرمل على ساحل ولاية كارولاينا، فنمور الرمل تقتات على الجثث وتستخدم أسنانها الطويلة لأسر والتهام فريستها. كانت سمكة قرش تقترب من الكاميرا، فقلت هذا هو الوقت المناسب للقيام بالتصوير في الليل، وفجأة انتشلت سمكة قرش مصباح كاميرتي بسرعة البرق. لقد كسرت مفصلاً حديدياً، وفجأة اختفى الضوء، وها أنا أقف الآن في مياه عمقها 180 قدماً وسط ظلام دامس، تعوم حولي 50 سمكة قرش، فها أنت تحاول أن تكون السيد الجسور. وقد قلت لنفسي: دعك من مسألة الجسارة هذه، أنا في موقف لا أحسد عليه. لكنني عندما عدت إلى القارب كنت سعيداً، فقد كان الأمر مثيراً وممتعاً، كانت تجربة فريدة. لقد نجوت بأعجوبة، لكنني أدركت بأن ذلك الشيء كان سيلتهمني لو أراد. إنه لا شيء سوى قطعة عضلات بطول 8 أو 9 أقدام، تلك هي مجرد آلة أكل ميكانيكية، وقد كنت أنا مجرد إنسان أخرق تحت الماء وكان في يدي كاميرا. إطعام أسماك القرش ليس عملاً عادياً، وآل ماكيني يتمتعان بالصبر ويعرفان كيف يحميان نفسيهما من المخلوقات تحت سطح البحر، فهما يتأنيان ليسمحا للحيوانات بأن تعتاد على وجودهما. أغلب أسماك القرش لن تقترب من الإنسان دون توفر إغراء الغذاء، ويستخدم الطعم لجذب أسماك القرش لدراستها وتصويرها. المختص بالحياة البحرية والمصور وصانع الأفلام مارتي سايفرمان يشرح الأمر: أهم ما يتعلق بالتصوير تحت سطح الماء هو العمل ضمن مسافة 3 إلى 6 أقدام عن الشيء الذي نريد تصويره، في حين أننا نلتقط صوراً للوديان العظيمة عندما نكون على اليابسة، وهذا ببساطة غير ممكن تحت سطح الماء، لأنه يجب أن تكون قريباً. أسماك القرش بغض النظر عن حجمها وطبيعتها في غاية الحذر، ومن الصعب الاقتراب منها، لكن بإمكانك جذب انتباهها والسيطرة على أفعالها والحصول على النتائج والصور التي تريدها حال استخدامك للطعم. ربما كان الجانب السيء في هذا الأمر هو أن أسماك القرش تكون محتاجة طوال الوقت أو عندما تظهر على كاميرات التلفزيون، فقد ألقي لها بالطعم فتيقظت، ولكنها ليست على هذا الحال دائما، وهذا غير صحيح. ساعة
سافر ألوماكيني إلى بحر كورتيز لتوثيق سلوك قرش أبو مطرقة غريب الشكل والخطير جدا جدا. غاص جاك إلى الأعماق بطاقة متحكم بها، ففقاعات الهواء الزائدة عن حدها والصادرة من عدة الغوص قد تفزع أسماك القرش وتضيع فرصة التصوير الثمينة. سرب يتكون من مئات أسماك قرش أبو مطرقة يعوم على شكل رقصة لولبية. يعتقد العلماء بأن تشكيل الأسراب مرتبط بسلوك التزاوج، لكن العلاقة غير واضحة. وبينما كان جاك يقوم بالتصوير، بدت الأسماك غير مهتمة لوجوده على الإطلاق. هناك فرضيات تتعلق برأس هذا النوع العريض، فبعض علماء الأحياء يعتقدون بأن الرأس المسطح يساعد على انسياب جسم القرش أو أنه قد يوسع مجال الرؤية لديه. وفرضية ثالثة تقترح بأن الشكل المستطيل يزيد قوس الماء الذي تستخدم فيه سمكة القرش حاسة الشم عالية النقاء لديها. ومهما كانت الأسباب، فإن قرش أبو مطرقة اتخذ تحولاً غريباً في مسار تطوره. أسهمت أسماك قرش أبو مطرقة وأسماك القرش البيضاء العظيمة والميكو والنمر، أسهمت جميعها في تكوين سمعة أسماك القرش الافتراسية. لكن آل ماكيني اكتشفا أن بعض الأنواع رقيقة على نحو استثنائي، فسمكة قرش الحوت هي من آكلات العوالق كالعديد من الأسماك التي تشترك معها بالاسم، وظهرها المبرقع يبدو وكأنه يعكس السطح المرقط للمياه الضحلة التي تعيش فيها، طولها الذي يصل إلى 65 قدماً يجعلها أكبر سمكة في العالم. إن سلوك قرش الحوت الرقيق تجاه الغواص المتطفل يذكر بالزعانف أكثر مما يذكر بالفكوك. سمكة القرش الممرضة عضو سلس الانقياد من أعضاء العائلة، وهي تبدو غافية تحت حافة مرجانية ماحية بذلك الأسطورة القائلة بأن أسماك القرش حيوانات لا تعرف الراحة. تتباين أسماك القرش في بيئتها الطبيعية وموقعها في السلسلة الغذائية، فالبعض منها يأكل الأسماك الصغيرة وبيوض الحبار كسمكة القرش القرناء التي تعد فريسة لأسماك القرش الأكبر حجماً، والماكيني من أنصار الحفاظ على كل أنواع أسماك القرش. منظر سمكة قرش تحت سطح الماء جميل، وأعتبر نفسي محظوظاً إذا شاهدت واحدة. سمكة القرش مهما كان خطرها فهي مخلوق يمكن التعامل معه والإعجاب به كأحد أكثر المخلوقات التي تعيش تحت سطح البحر استفزازياً. تثير بيئة المحيط فضولنا وحيرتنا، مع ذلك فنحن مرتبطون بالأرض، والقلة منا فقط لديهم الشجاعة لترك منازلهم الأرضية لاستكشاف ألغاز الأعماق.
إنها تلك الأقلية التي تمتلك روح المغامرة والجرأة وتصور في الأعماق لتعرفنا بصورة غير مباشرة على هذا العالم المميز. يشارك جون والده جاك ماكيني الولع بالتصوير السينمائي في الأعماق، فقد استكشفا سوية المحيطات والبحار سعياً وراء كل ما هو غير عادي وجميل ومفزع. نتج عن معرفتهما بسلوك القرش والتي اقترنت بمهارتهما في عمليتي الغوص والتصوير أفلام ريادية عن المخلوقات الغامضة. جاك جاءه نداء الأعماق مبكراً عندما شاهد فيلم الضفادع البشرية وكان في 13. قدم له الفيلم إمكانية العيش كمصور تحت الماء، وهو طموح عظيم لصبي يعيش في منطقة تبعد مئات الأميال عن أقرب محيط. تجارب الغوص المبكرة بالقدر الذي ذهب إليه والدي كانت محجراً في وينسور أونتاريو في كندا، وأول شيء أستطيع تذكره مما كان يستخدمه هو هذا الغلاف والذي كان كيساً بلاستيكياً مزوداً بقطعة من الزجاج تقوم بوضع كاميرا صندوقية في داخله وتأمل بألا يتسرب الماء إليها. كان ذلك للتصوير الساكن، ثم اتجه نحو الأفلام وتصويرها تحت الماء. كانت أول كاميرا لي من ألواح خشب الصنوبر، وكانت خفيفة لذا كنت أربطها بحزام ثقل حولها وذلك لإنزالها تحت الماء. كانت هذه أيام الريادة في مجال التصوير السينمائي تحت الماء، وكان هو واحدا من الرواد بكل تأكيد. قام جاك بتحويل هوايته إلى حرفة متنقلاً مع أسرته إلى البهاما كي يبدأ امتهانه للغوص، وقد أصبح التصوير السينمائي تحت الماء طريقة لتقاسم البحر مع أولئك الذين لن يغامروا أبداً في الأسفل. جون يتذكر لنا تلك البدايات. كنا ننزل إلى الماء وكان يبدأ التصوير بمختلف الطرق كالتقاط صور للأسماك. كان يرسلني أو يرسل شقيقتي لنعثر له على أشياء يصورها، لذلك كنا نعوم حول الشعب مقلبين الصخور للعثور على القواقع البطيئة الحركة أو أن نعثر على أي شيء يستحق التصوير كان يرسلنا لنعثر عليه. بدأ جون الغوص عندما كان في 7، وكان في سن صغيرة جداً عندما استكشف حطام سفينة لأول مرة. أول عملية غوص قمت بها بحثاً عن حطام سفينة كانت في جراند كيمن. عندما كان والدي يصور فيلم الغوص في جراند كيمن، كان الحطام هو لسفينة البلباو. ومن المحتمل أنني كنت في 11 ومستعداً للذهاب إلى أي مكان. مع ذلك كنت أفكر بأننا نقوم بالغوص في هذا الحطام، وهناك كنز في مكان ما هنا وسوف أعثر عليه. ومن الواضح كما تعرفون بأن ذلك لم يحدث أبداً، بيد أنها كانت تجربة مدهشة لصبي مثلي يقوم بذلك العمل مع أسرته. قبل أن يبلغ السن التي تمكنه من قيادة سيارة، كان جون يغوص مع أسماك قرش الثور ممسكاً بيديه الصغيرتين كاميرا. كان ذلك ممتعاً حقاً، فلا شيء يضاهي الغوص مع أسماك القرش، إذ إنك ستكون يقظاً عندما تكون في الماء مع أسماك القرش، ولأنه لن يكون بإمكانك النظر إلى الخلف، لذا عليك التلفت حولك وأنت تساءل عما إذا كانت هناك سمكة قرش متجهة نحوك ولا تستطيع رؤيتها. تعلم جاك بسرعة أن تصوير أسماك القرش وحيوانات المحيط الأخرى يتطلب مستواً عالياً من الصبر والالتزام، فأمضى ساعات لتحسين إمكانياته التقنية. أصبح جاك خبيراً في إضاءة البيئة تحت الماء، وكان غالباً يصور مستخدماً الأضواء في الليل للكشف عن التباين الرائع الدقيق بين كل من النباتات والحيوانات تحت سطح البحر. اللون هو جزء رائع من عالم تحت الماء، والطريقة المثلى لإظهار اللون تتم باستخدام الإضاءة الصناعية. إذن لديك الأضواء والأسلاك والمولدات وشخص يساعدك في حمل المعدات. نستخدم أحياناً أضواء مستقلة لكنها لا تظهر اللون ولا تمنحك المرونة المطلوبة.
أصبح جاك محرراً في مجلة مختصة بالغوص، وانتقل مع أسرته إلى جنوب كاليفورنيا مكتسباً الخبرة المطلوبة لتحقيق حلمه في مجال التصوير السينمائي في الأعماق، وقد أشرك أسرته في الأفلام لتوفير الاهتمام البشري المطلوب. فاكتسب جاك أسلوباً شخصياً وفعالاً في الإخراج تحت الماء. صانع الأفلام جيم كولوروس يوضح لنا ذلك الأمر. إن محاولة الإخراج تحت الماء وجعل الأشخاص يمثلون بالأسلوب الذي تريده مهمة في غاية الصعوبة، مهمة صعبة إلى أقصى حد، وأغلبها يبرز أثناء الإعداد للغوص على البر، حيث تعمل مع نموذجك أو نماذجك أو مع الممثلين، وأن تبلغهم بما تريده بإيماءات محددة. وبالطبع يذهب كل ذلك سدى أحياناً عند العمل تحت الماء، وتضطر للصراخ كثيراً، وما يستطيع الأشخاص سماعه أمر يثير الذهول حين تصرخ من خلال المنظم. لقد كان جاك يتقن ذلك، فقد أخرج كثيراً وصرخ كثيراً أيضاً، لكن طريقته كانت ناجحة. اكتشف جاك أنه دخل مهنة لا تزال في بداياتها. جمع أفلاماً للمصورين السينمائيين الأوائل، واكتشف تاريخاً غير مدون عن الغوص وصناعة الأفلام في الأعماق وجذور الخوف الكامن في أعماقنا من المحيط المجهول. فصانع الأفلام الأوائل لم يحلموا بشيء آخر سوى قصص الأعماق، وصوروا أفلاماً بأكملها من خلال حوض زجاجي، وظهر الممثلون وهم يتعايشون بشكل جيد مع مخلوقات البحر. أعاقت عدة الغوص ضخمة الحجم والكاميرات التجارب الأولى. هذه الصعاب تم تذليلها من قبل جون ويليامسون عام 1919، فأنبوب ويليامسون عبارة عن امتداد طويل يؤدي إلى كرة مزودة بشباك على عمق 40 قدماً، فكان جون ويليامسون أول من وثق سلوك سمكة القرش بصرياً. يا له من منظر! ها هو ذا عائد من أجل المزيد. لقد علقت صفوف أسنانه الاثنى عشر الشبيهة بالمنشار بالطعم الليفي. يجب التقاط صورة خاطفة لسمكة القرش المذهلة هذه. اكتشف جاك أثناء قيامه بأوائل أبحاثه أفلام ويس وكوني ميولر، وهما زوجان قاما بإنتاج أفلام ملونة استثنائية عام 1934. ابتعت كوني وسائدة للركبة لحماية كتفيها من الخوذة التي يبلغ وزنها 60 رطلاً، والموصولة بواسطة خرطوم بضاغطة هواء موضوعة على متن قاربهما الصغير. الافتقار إلى إمكانية التحرك لم يعرقل جهود آل ميولر، فقد عدا كثيراً إلى الشعاب نفسها وطورا علاقات مع حيوانات الأعماق كسرطان البحر هذا. ساعدت جرأة كوني وسلوكها الرقيق في كسب أسماك القرش التي سمحت لها بمداعبتها وحملها. لينتقلا إلى موقع جديد كانا يرفعان المرساة ويسيران على القاع ساحبين معهما قاربيهما وأجهزة التزود بالهواء. في منتصف الأربعينيات بدأ جاك كوستو التصوير تحت الماء بمساعدة عدة الغوص الحديثة المسمى بالرئة المائية، مغيراً وإلى الأبد طبيعة الغوص والتصوير السينمائي تحت الماء. عندما بلغ جون مرحلة البلوغ أصبح عضواً لا يمكن الاستغناء عنه في فريق التصوير التابع لوالده، وانضم جاك وجون إلى جمعية النخبة التي تضم من يغامرون بأرواحهم لتصوير أسماك القرش ومخلوقات البحر الأخرى المميزة. سلوك أنواع عديدة من أسماك القرش لم يتم توثيقه بعد، والغوص من أجل أسماك القرش كان مجالاً لم يتم استكشافه. وقد تعلم آل ماكيني بطريقة التجربة والخطأ. جيم كولوروس يصف واحدة من أوائل عمليات غوص آل ماكيني لتصوير أسماك القرش الأزرق على سواحل كاليفورنيا. كان الأمر مضحكاً لأنني كنت وجلاً بحق، فقد خططنا لهذه اللعبة
كانت الخطة تقتضي بأن يدخل قفص القرش مصوران فقط، وكان هناك اثنان من غواصي السلامة، كل منهما مزود بعصات ضرب أمينة كي لا نضطر إلى قتل القرش، فذلك آخر شيء كنا نريد القيام به، لكننا نستطيع استخدامها كهراوات لضربها على رأسها أو لإبعادها. كان غواصا السلامة يقومان بحماية ظهورنا، وعندما كنا نعمل في مياه بهذا العمق كانت المشكلة عدم وجود قاع حيث كنا نعمل، فالقاع كان على عمق 1000 قدم وكنا نعمل في المياه الزرقاء المفتوحة. كانت أسماك القرش تأتي من تحتنا بصفة مستمرة، لذا كان علينا أن نقوم بركلها وإبعادها. أسماك القرش الزرقاء يصل طولها إلى 9 أقدام، ورغم قدرتها على تمزيق الفريسة خلال ثوان إلا أنه لم يعرف عنها مهاجمتها الغواصين. ولكن لا يمكن قول شيء ذاته عن الميكو، سمكة القرش العدائية والتي يصعب التنبؤ بسلوكها. ومهما كان نوع سمكة القرش التي يصورانها، كان جون يتولى مهمة غواص الأمان، حاميا بذلك والده من فضول القرش الحتمي. في حال تعرضك للعض فإن أسنانها التي تضاهي شفرات الحلاقة ستصيبك إصابة بالغة، لذا عليك الحذر وأن يكون معك غواص سلامة أثناء التصوير، وهذا لا يجب الاستهانة به، عليك أن تكون في غاية الحذر. عندما كان أبي يصور أسماك القرش كنت معه في الماء، لأنني كنت أقوم بدور غواصي السلامة وكنت دائما وراءه وبيدي هراوة أسماك القرش، لأنه لا يستطيع رؤية ما يجري خلفه، وإذا ما اقترب منه أي شيء كنت أنا موجوداً لأضربه. مكن اختراع البذلات الواقية في أوائل الثمانينيات آلا ماكيني من تصوير أسماك القرش وهي في مزاجاتها العدوانية من مدى قريب. فالبذلة هي شبكة حلقات فولاذية لا تصدأ، يزيد عددها على 400,000 حلقة، وتقوم بحرف أسنان القرش الحادة وتوزيع ضغط عضتها على مساحة سطحية كبيرة من جسم الغواص. مارتي سنايدرمان يمتلك خبرة كبيرة في مجال الغوص ببذلة القرش. بعد تعرضك للعض فعلياً آلاف المرات وأنت ترتدي البذلة، فإنك سرعان ما ستبدأ باكتساب الثقة عند التعامل مع أنواع أسماك القرش، وسيكون بإمكانك الانتباه كلياً إلى عملية التصوير. عندما تقوم بعض ذراعك فهي لا تظن بأنها تعض شخصاً، بل تعض ما تشمه وتتذوقه في الماء، وهي تعض الطعم وتطبق عليه وتريده، لكنها لا تحصل عليه، مما يسبب لها الإحباط، وهي تستجيب مبتعدة أحيانا، لكنها تفهم ما يجري في حالة أخرى فتبدأ بالاهتزاز، وما يحدث هو أنها تستخدم ذيلها لتكتسب القدرة وتهز ذيلها، وفجأة يصبح لديك هذا الحيوان الضخم الذي ينشر قطعة من اللحم. البذلة أداة واقية ممتازة، لكن فائدتها تتضاءل أمام سمك القرش الأكثر خطورة، وهو القرش الأبيض العظيم بسبب حجمه ونزعته الطبيعية للهجوم. فتصوير القرش الأبيض العظيم دون درع عمل انتحاري، فهو يعتبر من أكبر أنواع سمك القرش الموجودة في محيطات العالم، وهو أكثر تكاثراً في المياه الساحلية لأستراليا. سمعته كآكل شرس للحوم البشر عاشت في عقولنا وأقنعتنا بأن كل أسماك القرش على الإطلاق أسماك قاتلة. إن تصوير القرش الأبيض العظيم يتطلب جرأة كبيرة، وحتى عندما يكون المصور داخل القفص فإن شهية القرش تبدو اعتباطية، فهو لا يبدي أي تردد في مهاجمة القفص الفولاذي، وقد عثر في جهازه الهضمي على كل شيء، ابتداء من كلاب نيوفاوندلاند إلى أسود البحر التي تزن 100 رطل إلى أسماك قرش بطول 6 أقدام. ها
هراوة القرش تمنح دفاعا محدودا ضد هجوم يشنه القرش الأبيض العظيم. هذا السلاح الدفاعي البسيط المكون من يد خشبية سميكة فيها مسمار يحقق فائدة مع الأنواع الأخرى التي تعتبر أقل تهديدا. يحمل الغواصون معهم بنادق قرش عند العمل مع الأنواع الخطيرة، ومن النادر جدا أن يستخدم مصور الأفلام البنادق. قام جاك بتصوير عملية قتل قرش أزرق أثناء اختبار البندقية. كانت النتائج مدمرة. الهراوات والبنادق وبذلات القرش والأقفاص تعتبر وسائل ضرورية أثناء الغوص مع أسماك القرش وتصويرها، ولكن لا بديل للشجاعة المبنية على المعرفة بسلوك القرش. هذه هي النظرية التي يعتمدها كل من جون وجاك ماكيني. المخلوقات التي تعيش تحت الماء لا تختلف عن غالبية المخلوقات، فهي تنصرف إلى شؤونها إن لم تستفز. وهذا ينطبق على أسماك القرش خاصة. أتذكر عندما شاهدت أسماك القرش لأول مرة، تذكرت كل ما قرأته وشاهدته عنها. ها هو ذا رشيق وناعم ولا يبعد عني سوى بضعة أقدام. يساهم صانعو الأفلام الخاصة بالمخلوقات البحرية في تعزيز الوعي بالخطر الذي تتعرض له هذه المخلوقات والذي يؤثر على توازن النظام البيئي، وهذه المساهمة تتطلب منهم الشجاعة والصبر والمهارة. توفي جاك ماكيني عام 1988، واستمر جون على نهج والده الذي أمضى حياته في صناعة الأفلام التي تميزت بالإثارة والتشويق والفائدة والشجاعة، وقامت بالتوثيق لحياة المخلوقات تحت سطح الماء. سيقوم اليوم كل من جون ماكيني وجيم كولوروس ومارتي سايدرمان بتصوير أسماك قرش الملاك على ساحل كاليفورنيا الجنوبي. تم تحميل الكاميرات وفحص المعدات في اليوم السابق، والجزء الأساسي الأخير والتوصيلات الكهربائية في طريقها إلى موقع الغوص. إنه شيء لا يصدق أن يكون عالم بحري مميز كهذا على مسافة أميال من واحدة من أكثر المناطق تلوثاً في العالم. الغواصون منجذبون إلى صناعة أفلام عن المحيط لأنها توفر لهم فرصة استبدال ضغط الحياة في المدينة بالعزلة وانعدام الوزن في أعماق المحيط الساحر. يؤمن جون كوالده بأن التخطيط المسبق للغوص تنتج عنه أفضل الأفلام، وقد ناقش هو ومارتي اللقطات التي ينويان تصويرها اليوم. يبدو أن الوضع المثالي سيكون الهبوط بالنسبة لنا. أترى هذا المكان؟ علينا أن نهبط فوقه مباشرة. وجهتهم غابة عشب البحر والقيعان الرملية المحيطة بجزر كاليفورنيا الساحلية. تحتفظ المنطقة بنظام بيئي معقد تحت الماء، حيث تهاجر الحيتان من المياه الشمالية الباردة مرة بالأقنية الواقعة بين الجزر والبر الرئيس في رحلتها السنوية إلى البحيرات الاستوائية في المكسيك. وفي غابات عشب البحر تستطيع المشاركة بمصادر الغذاء المتباينة. سيعوم الغواصون عبر قوائم من عشب البحر التي تنمو إلى ارتفاع 2000 قدم تقريباً بحثاً عن قرش الملاك. عشب
عشب المحيط الهادئ من أكبر أنواع الأعشاب البحرية في العالم. هذه القوائم العملاقة تحتضن أعداداً لا حصر لها من العوالق والأسماك الأصغر حجماً والتي تصبح عشاءً للحيتان المهاجرة. يمكن ملاحظة العلاقة بين السفن البحري وعائلة سمك القرش عند مقارنة مميزات الأسماك. فموطن السفن هو قاع البحر، وهو عبارة عن قرش مسطح الشكل. يمكن للناظر إلى قرش الملاك أن يحسبه عضواً في عائلة السفن، فسطحه الأسمر المزركش يمنحه تمويهاً ممتازاً عند اختبائه تحت الرمال، فهو ينتظر هنا بصبر مرور حبار أو سمكة صغيرة ليعوم بالقرب منها بهدف ابتلاعها، باستخدامه لزعانفه الكبيرة كأجنحة. يرتفع قرش الملاك من مخبئه الرملي وينساب بكل رشاقة عبر المياه. وبسبب قدرته على التمويه يصعب تحديد موقع تواجد قرش الملاك. لحسن الحظ اكتشف جون وزملاؤه اليوم منطقة تعج بأسماك قرش الملاك، مما مكنهم من التصوير بنجاح في فترة بقائهم القصيرة في الأسفل. حظي جون ومارتي وجيم بصور جيدة سعوا طويلاً لالتقاطها، ولا يمكن أن يحصل مصور الأعماق والذي يجب أن يكون مسلحاً بالخبرة والمعرفة على نتائج جيدة إلا بالصبر والالتزام. أعتقد بأن التحدي الذي يجعل تصوير الأفلام تحت الماء يختلف كثيراً عن التصوير على البر هو أنه يكون نعمة أحياناً ونقمة في نواحٍ أخرى، لكننا محددون كثيراً بالوقت. ولو شاهدت المصورين الذين يعملون على البر ستجد أنهم يجلسون في مكمن وينتظرون لأيام، وأنا لا أريد القيام بذلك دائماً، لكننا مقيدون بحقيقة أننا باقون في الأسفل لعشرين أو ثلاثين أو أربعين دقيقة. الأمر صعب وفيه استهلاك للوقت. إنه كالتعبير القديم القائل بأن الحظ السعيد حليف المجتهدين، ولذا فإنك تمضي وقتاً طويلاً تحت الماء، ولكن هناك حدود لذلك، وعلينا أن نكون قريبين جداً من الحيوانات. أسماك القرش مخلوقات غريبة، مع ذلك نجحت في أن تصبح آفات البحر وعدوة العاملين والمسافرين فيه. وسكين كازويل أصابت من ذلك النمر مقتلاً، مبررة اعتقاد البحار القائل بأن القرش الطيب الوحيد هو القرش الميت. بعد مرور 60 عاماً على إنتاج هذا الفيلم بقيت ردود أفعالنا كما هي. فقبل القرن العشرين كان البحارة والصيادون هم الذين يخافون أسماك القرش بسبب كثرة مصادفتهم لها. ازدياد شعبية بعض الألعاب الرياضية المائية كرياضة التزلج على الماء والغوص والقوارب الشراعية والتجديف الفردي والسباحة دفع بالمزيد من الناس إلى المحيط كل يوم. مع ذلك فإن حوادث التعرض لهجوم القرش نادرة، ففي أمريكا تزيد فرص التعرض لضربات الصواعق بمقدار 50 ضعفاً عن فرص التعرض لهجوم أسماك القرش. لكن الأساطير تموت ببطء، خصوصاً حين تمنحها الثقافة الشعبية حياة جديدة. تم تحويل رواية بعنوان 20 فرسخاً تحت سطح البحر كتبها جول فيرن في القرن 19 إلى فيلم أخرجه في 30ات القرن 20 جون ويليامسون. هذا الفيلم يصور عالماً مرعباً جداً في أعماق المحيط يسكنه أخطبوط مريع يوقع بالغواصين الغافلين. والحقيقة أن الأخطبوط العملاق كان مزيفاً يحركه غواص. أكواب الامتصاص التي تمسك بالغواصين التعساء
كانت عبارة عن كرة التنس قطعت إلى نصفين. واليوم نحن نعلم بأن الأخطبوط هو مخلوق افتري عليه كثيراً كالقرش، فطوله لا يزيد على 10 أقدام، وربما يكون أكثر الحيوانات اللافقارية ذكاءً، فهو يستخدم عينيه الثقيبتين وحاسة اللمس للبحث عن فريسته المفضلة المتمثلة بالسرطانات لا البشر. الأخطبوط يعتبر مثالاً رائعاً على تكيف الحيوانات تماماً كجاره البحري القرش. في الماضي البعيد اعتبرت قارات بأكملها صحارى بلا حدود يجب استغلالها، والضواري التي في قمة السلسلة الغذائية يجب قتلها وعرضها كتذكارات. والآن بدأنا ندرك بأن المحيطات كاليابسة تماماً غير متناهية، وضواري القمة فيها ومنها أسماك القرش تلعب دوراً مهماً في المحافظة على النظام البيئي. أخذ إدراكنا يركز ولكن ببطء على حقيقة الطبيعة. قتلت سمكة قرش قبل سنوات وندم. لم أكن أعرف قبل 10 أو 15 عاماً عندما بدأنا بتصوير القرش الأزرق وقرش الميكو كيف يتصرف القرش حقاً. قتلنا زوجاً من أسماك القرش وأدركت عبر السنين بأنني لم أكن مضطراً لذلك، وأنا أحمل عصاةً وأتمرن عليها من خلال الإطلاق على بطيخة مرة أو مرتين للتأكد من أنها تعمل. صانع الأفلام والباحثون والعلماء الذين يعملون مع أسماك القرش يقتربون بحذر من تلك الأنواع التي عرف عنها مهاجمتها لبني البشر. حذرهم لا يعكس سلوك جميع البشر. آلاف من أسماك القرش تقتل كل عام لصناعة أطعمة القطط. يستخدم زيتها الغني بالفيتامينات في صناعة مستحضرات التجميل، وتحول أسنانها إلى قلائد حيث يتم اصطيادها ببنادق خاصة لغايات تجارية أو لمجرد المتعة. إنها تموت موتاً بطيئاً بالاختناق، وذلك بعد وضعها في الشباك التي تضيق عليها. إذن من هو الوحش الضاري ومن هي الفريسة؟ معرفتنا بأسماك القرش تتزايد بفضل أفلام كل من جاك وجون ماكيني، وفي كل عام يدخل الأحواض الواقية من القرش المزيد من الغواصين قاهرين الخوف الذي في نفوسهم لكي يراقبوا المخلوقات العظيمة في بيئتها الطبيعية المميزة. أحد الأفضال المنجية لأسماك القرش الآن هي أن المصورين الذين يعملون تحت الماء تسببوا في المزيد من التبصر بسلوك القرش، لأن الباحثين أصبح بإمكانهم المراقبة. في السابق كان هناك أشخاص لم يفعلوا شيئاً سوى قتل أسماك القرش. أنا لم أكن صياداً، وأعتقد بأنكم أصبحتم ترون المزيد من الكاميرات في أيدي الناس بدلاً من بنادق الرماح هذه الأيام. أصبح لأسماك القرش حظ أوفر في البقاء بسبب عمل آل ماكيني. ولكن ماذا عن صانعي الأفلام؟ ما الذي يجذبهم إلى المحيط مع معدات التصوير الضخمة بحيث يقضون حياتهم تحت الماء بحثاً عن حيوانات المحيط العظيمة؟
الجوائز، الألوان، المغامرة، الأشياء التي تحدث تحت الماء لا تصدق بالمقارنة مع ما يحدث على اليابسة. ففي أي مكان غير البحر سترى أنواع السمك وقطعان الأسماك الضخمة وهي تمر. إنه عالم مذهل، وإذا كنت سعيد الحظ فإنك تستطيع توثيق عالم ما تحت الماء في أفلام. أعتقد بأنها حياة رائعة. إن التحدي الأكبر لي هو سلوك الحيوان، فالأمور التصويرية أمور سهلة، وسلوك الحيوان هو التحدي الأكبر بالنسبة لي. الإنسان في مواجهة الحيوان وفي صراع حتى الموت أسطورة تمتد جذورها إلى زمن كان أسلافنا يعتمدون فيه على الصيد من أجل البقاء. القبطان كازويل كان في الثلاثينيات مقاتل أسماك قرش مشهوراً. قرش النمر هو القاتل الأكثر تدميراً في الخليج، وهو تهديد مقلق لرياضة صيد السمك، ووباء مدمر لشباك الصيادين. هذا هو العدو الأول لكازويل، وهو يقطع القرش بالمدية بمتعة ووحشية. فقاتل الأسماك يبقى تحت الماء لفترة طويلة، لكنه لو كان سيفقد وعيه للحظة لكانت أسنان القرش ستسحق رجل الفولاذ بقبضته الفولاذية، وإذا ما انزلقت يداه ودار القرش حوله فسوف يقطعه إربا حتى الموت. هل عرفت قبل هذا بأن القرش كان يصعب قتله؟ فهو حيوان متشبث بالحياة، وكازويل قطع جسده بمديته، أداء هائل بالمدية لقتل القاتل. ظهر المركب كان مكتظا في هذا الفيلم لضمان انتصار القبطان كازويل، لكن لا يمكننا أن نكون مرائين في مواقفنا تجاه الماضي. فعمليات صيد مماثلة لسمك القرش تحدث كل عام وإن كانت أقل. وبينما نقوم بتوسيع بحثنا عن الغذاء والمصادر الأخرى في المحيط، فإن أعداداً كبيرة من أنواع القرش تتناقص كل عام، ولغالبيتنا فإن صورة القرش تغرس فينا الخوف من موت عنيف تحت الماء، ونحن لم نفعل شيئاً لحماية القرش كما فعلنا مع حيوانات بحرية أخرى كالدلافين والحيتان. عمل آل ماكيني وزملائهم سوف يساعدنا على فهم المخلوقات بشكل أفضل، مما سيمكن القرش من مواصلة حياته التي بلغت حتى الآن 300 مليون سنة.